عودتنا دائما بما فيها من الجميل من البرامج واهتماماتها بالمناسبات وفي مواعيدها. أولا أقول بأن يعني عرفة، لا شك أن عرفة تعني بالنسبة للمسلمين شيء كبير وشيء كثير. عرفة عرفت بأنها سميت بهذا الاسم لأن أمنا حواء وسيدنا آدم تلاقيا بعد الفراق في هذا المكان، وأن سيدنا إبراهيم عرف مناسك الحج من جبريل في هذا المكان. ومن ذلك كان لابد أن تكون لعرفة هذا التميز، والذي جعل يعني مكانتها دائما وأبدا في نفوس المسلمين كبيرة وعظيمة. لأن الحج معروف هو عمل اختياري، برغم من أنه مفروض من ضمن ما علينا نحن من معرفة ودراية بأن هذا الدين يقوم على شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج إلى من استطاع إليه سبيلا. هنا جاء الاستثناء أو جاء الاختيار بأن من استطاع إليه سبيلا، وكأن يكون الأمر كذلك فإن الحج أمر اختياري ويسعى إليه الناس بكل ما يملكون وتصبح هذه أشواقهم. ونحن حينما نقول أنه في السودان ليس هنالك ما يشابه وهنالك ما يربط وهنالك ما يجعل بأن هنالك أماكن تشابه عرفات، وكما ذكرت أم الرحي شكلها الطبيعي هي على النيل وجبلها الممتد يمثل شيء من تلك الديار الطيبة الرحبة، وكذلك سفح الجبل وكأنه يعني موقعا مثل موقع مكة. عايز أقول أن عرفة في نهاية المطاف الحج عرفة، هذا قول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وعرفة يجتمع فيها الناس اجتماعا كبيرا، 2 مليون شخص يجتمعون الآن في عرفة، وقد أمطرت مكة بالأمس يوم الأحد ومن بينها عرفة، وأخذوا الناس النذر من الدفاع المدني والاستعدادات الضخمة، ولكن أعدوا هذه مكرمة ومسوبة للناس في هذا اليوم العظيم أن يجتمعوا في عرفة بهذا الجمع الكبير وبهذا الاستعداد الضخم من قبل السلطات السعودية لكي ما يؤدوا الناس مناسكهم وليؤدوا في هذا اليوم ما عليهم، ولأن هذا اليوم من أعظم الأيام التي تمر على المسلمين وعلى الإسلام بلا شك، باعتبار أنه يوم عظيم، يوم عرفة، يجتمع الناس في هذا المكان، والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام جاء إلى هذا المكان، وكان لابد أن تكون هنالك أمور كثيرة، هذا العدد الضخم من الناس وهذا التجمع للناس في هذا المكان، لابد أن نقول بأنه هذه واحدة من الأشياء التي لا يمكن أن تكون موجودة في أي دين من الأديان. نعم، تمثل وحدة وترابط هي تحصل الوحدة والترابط وقوة الدين نفسه، قوة الدين، وتمثل إرادة المسلمين. نعم. لأن الإرادة هي كل شيء، ولابد أن يكون إرادة الناس في هذا اليوم قد اجتمعت بهذه الصورة، ولأن الناس يتعرفون وتبنى. نعم. علاقات وتبنى بين الناس أشياء كثيرة، وفوق هذا وذاك الغفران، وفوق هذا وذاك الدعاء، وفوق هذا وذاك أن الناس في غير يعني الحجاج يصوم الناس يوم عرفة، وهذا يكفر للناس سنة قبل وسنة بعد. وكذلك نحن وإن كنا يعني لسنا اليوم في هذا اليوم السعيد في هذا المكان السعيد، كان لابد لنا أن يكون نصيبا لنا بالصيام، وأن يكون لنا نصيبا والنية واصلة إن شاء الله، والنية واصلة إن شاء الله، إن شاء الله ربنا يتقبل الصيام والقيام وصالح الدعوات. نذهب للكنترول ثم نعود.
وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي. يا حنين إلى من بقيادي هيجتم سار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي. أحرقتم جفن المرام ببعدكم يا ساكني المنحنى فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام إلى النبي الهادي. وينوح لي ما بين زمى والصفا عند المقام صوت منادي يقول لي يا نائم جد السرى عرفات رجلي كل قلب صادي. من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي. تالله ما أحلى المبيت على منن في ليل عيد أبرك الأعياد. ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها وأنا المتيم قد نحرت فؤادي. لبسوا الثياب البيضة شارات الرضا وأنا من أجلهم لبست سوادي. يا ربي يا ربي أنت وصلتهم وقطعتني فبحقهم يا ربي حل قيادي. بالله بالله يا زوار قبر محمد من كان منكم رايحا أو غادي يبلغ إلى المختار ألف تحية من عاشق متفتت الأكباد. اللهم أوعدنا بزيارة عرفة والوقوف بها وزيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام، أنا وأنت شيخنا وكل من لم يحد من مشاهدي الأعزاء، هي أمنيات وأشواق كل ما إنسان تعلق قلبه كل ما قرب لها، مش كده يا شيخنا؟ ما في كلام. الله يديك العافية. سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما خاطب جبريل على الجبل وكان يشرح له مناسك الحج ويقول له أعرفت، ومن ثم جاءت التسمية. هي إحدى أسباب تسمية عرفة. نسمع منك. طيب سيدنا إبراهيم، لا شك أن كل المسائل التي بدت في هذا الدين
أصبحت متعلقة بسيدنا إبراهيم، بمعنى أنه سيدنا إبراهيم لما أخذ يعني ستنا هاجر وذهب إليها إلى ذلك الموقع، وترك سيدنا إبراهيم هاجر وذهب إلى زوجته سارة، وبعد ذلك شعروا بالظمأ بالعطش، وكانت في موقع الصفا، فذهبت تمشي إلى جبل المروة وتعود إلى أن أتمت السبع أشواط، فحينما عادت وجدت الماء تفجر من حول إسماعيل، وهذا هو بداية تكوين مكة. وبعد ذلك جاءت القبائل العربية وهاجرت، وأذن لهم سيدنا إبراهيم، وكان لابد أن تكون مكة بهذه الصورة. والحج كان موجود قبل الإسلام وقبل الجاهلية، كان هنالك من أيام سيدنا إبراهيم كان هنالك الحج، وكان سيدنا إبراهيم في هذا هو الذي قام ببناء البيت، هو وابنه إسماعيل هم الذين قاموا ببناء البيت. إذا الحج كان قديما، والأشياء العظيمة أنه الإسلام أقر بعض العرب فيما كانوا يفعلونه، إلا أن وقت الجاهلية كان العرب يأتون بالأصنام حول الكعبة ويرضوا، وهم كذلك يطوفون حول الكعبة، يعلمون بأن هنالك إله لا شك، ولكن موحدين هذا لا شك، ولكنه مع ذلك كان كل إنسان له صنمه. وطبعا القصة بتاع سيدنا إبراهيم فيما يتعلق بالأصنام هي معروفة وواضحة للناس. ومن ذلك لابد أن نقول سيدنا إبراهيم كان لابد أن يكون ما استجد في كل شيء هو مطلع عليه ويعلمه، ومن ذلك كان لابد أن يكون جبريل قد طاف به وأوضح له مناسك الحج وما إلى ذلك. وده عايزين نأكد بأنه هذا الحج أصلا قديم وموجود، ولكن ما ترسخ وما أصبح أكثر وضوحا إلا بعد أن جاء الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بهذه الرسالة العظيمة، وحينما قرر الحج بعد السنة التاسعة من الهجرة. فكان لابد أن يكون كل الذي تم يعني الأيام العشر من ذي الحجة أيام عظيمة، يعني حصلت فيها مناسبات كثيرة من ولود أنبياء ومن جمع بين سيدنا آدم وحواء في هذا المكان وبين مولد موسى وما إلى ذلك، وكذلك يوم التروية اليوم الذي يسبق اللقوب بعرفة، حيث يذهب الناس إلى منى ويأخذون الماء، وكان هذا الماء يكلف كثيرا من العناء، ولكنه كان لابد أن يكون حاضرا. وجزى الله الخير كله أن يكون الأمور كلها سهلة وممكنة. لذلك سيدنا إبراهيم هو الأساس في كل هذا، وحينما طاف به ويقول له عرفت ويقول له عرفت وإلى ذلك، لكي ما يؤكد أهمية الموقع، ولكي ما يؤكد أن الحج يصبح مرتبطا بهذا المكان بصورة جلية، فمن لم يقف في عرفة فلا حج له. نعم. إذن هو الركن الأساسي للحج، أي ركن أساسي في الحج. والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أنه في حجة الوداع وكان يوم الجمعة، وقال يعني تلك الخطبة المشهورة التي تحدث فيها عن الدماء كما ذكرت، وتحدث فيها عن الحرمات، وتحدث فيها عن كل الأشياء المتعلقة بحياة الناس اقتصاديات واجتماعيات. ويعني ربنا أكرمه، وفي ذاك اليوم يعني نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم ويعني كانت رضيت لكم الإسلام، أيوة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم بالإسلام دينا. هنا ده محك مهم جدا، ودي معناها براءة، ومعناها تأكيد، ومعناها خير، وكان هذا في ذلك اليوم، وكان يوم الجمعة، والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يعني فإذا به تأتي كل هذه المكرمات في ذلك اليوم. والرسول بعدما قال ما قال، وبلا شك أنها كان حجة الوداع، كان بعد ذلك هذا دستورا، وهذا أصبح شيئا مهما جدا في حياة الناس. ويوم عرفة أهميته أن الناس يأتون جميعا في شكل واحد، يلبسون الإحرام وعلى أرجلهم أشياء محددة جميعا يتفقون عليها. وكمان الأهم من ذلك في هذا اليوم وفي هذه الوقفة التأملية العظيمة
التي ترتبط بالعبادات والتي ترتبط بالدعاء. والرسول عليه الصلاة والسلام خير الدعاء الدعاء يوم عرفة. كل ذلك الخير يكون في هذا المكان تذكرة بشيء آخر بأن هذه الدنيا هنالك شيء يقابلها الآخرة. إذن لابد أن يكون الناس قد أدركوا قدرا من المشقة وأدركوا قدرا من التجرد، لأن التجرد كأن يكون هنالك أمر صادر لكل الناس بشتى مشارب وشتى مواقع وشتى مكانتهم، ويتقبلون في ذاك اليوم ما أمروا ما تم من أمر. هذا يؤكد بأن وحدة الضمير ووحدة القلب في ذاك اليوم مما يجعل هذا العمل وقوة الدين قوة هذا الدين. نحن نتوقف شيخ عبد الرحيم في هذا المؤتمر الإسلامي الكبير الجامع الذي يوحد الناس بقلب واحد وزي واحد، ونسهب للكنتروس ثم نعود. يا مليحا يا مليحا الجمال جميعا وجميلا لا جماله لا يسوى. لك طرف مكحل لا بكحل وجبين يذول منه الظلام. لك وجه كل الملاحة فيه نور وبهجة واحتشام. لك ثغر حوى الفصاحة جميعا فيه شهد وسكر ومدام. لك صدر كلام ربك فيه علم وحكمة واحتكام. لك قلب مطهر لكم كل التحايا مشاهدي الأعزاء مجددة والدعوات الصالحات في هذا اليوم الأغر. الشيخ عبد الرحيم هذا الحج المؤتمر الإسلامي الجامع، هل ممكن أن يوظف لخدمة قضايا الإسلام والمسلمين؟ نعم، أنا عايز أقول أنه بدءا المسألة المتعلقة بإحساس الناس. نعم، هذا المشهد الذي رأيناه قبل قليل والناس يمشون في اتجاهات مختلفة دون ما أن يكون هنالك أي نوع من الإشكالات والتعقيدات لجمع فيه أكثر من 2 مليون شخص. معنى هذا أن مكان هذا المكان فيه من السكينة وفيه من الأمن والشعور بالاستقرار ما جعل الناس في هذا اليوم يعني بقلب واحد. فإن كنا يعني في هذا اليوم لنا أكثر من 2 مليون شخص يتمثلون بهذه الروح، يعني الحراك بتاع الناس بغض النظر عن أي شيء آخر كان يمكن أن يكون فيه ضحايا كثيرة جدا جدا، ولكن كل إنسان كان يمشي بهدى وكان كل خطوة بأمر، لأنه يوم من أيام الله العظيمة والله مطل على كل هذا ويباهي بهذا المنظر العظيم الكبير أهل السماء والملائكة. إذن لابد أن نقول هذا هو توحيد للروح وتوحيد للضمير وتوحيد للقلب. وبذلك نحن إذا هذه المسائل شرعت لنا في ديننا فنحن إلى أي مدى استفدنا من هذه المسألة استفادة في الترابط والتماسك بين المسلمين جميعا. أنا أعتقد بأن هذا المكان بهذه الصورة يعد مؤتمرا نادر لا يتوفر في أي موقع من المواقع ولا في أي مكان من الأمكنة مهما اجتهد الناس ومهما فعلوا. وهذا ما يجعلنا نقول بأن الوحدة الإسلامية
ووحدة المسلمين يمكن أن تكون مصدرها هذا اليوم الذي نقف فيه في عرفة، لأن ما يأتون إلى هذا اليوم يأتون من كل البلاد المسلمة بلا شك، يعني تعني أن هذه مشاركة فعلية في هذا المؤتمر من كل المسلمين على وحدة على 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 شت يعني على على من كل الجهات وعلى شتى مشارب وعلى شتى أفكار وجهويتهم يتفقون في هذا اليوم ويأتون إليه. نحن نفتكر بأنه كمسلمين علينا جهد كبير ما دام عندنا كل هذه الذخيرة العظيمة الكبيرة، لماذا لا نوظفها توظيفا إيجابيا لكي ما نجعل هذا الإسلام يطل على العالم كله؟ لأنه الإسلام الآن هو الحل، الإسلام الآن هو الحل، وكل يعني من غير المسلمين الآن حينما يرون منظر عرفات هذا يستغربون لماذا لم نستقل هذا الموقع وهذا المكان وهذا التجمع لشيء ينفع المسلمين وغير المسلمين. أنا أفتكر بأن هنالك شيء يجب أن نلتفت إليه بالتأكيد شيخنا عبد الرحيم، ونعمل على الاستفادة منه بالتأكيد. شيخنا عبد الرحيم، الحكمة في تجمع الناس دي خلى الحج يكون عرفة. نعم نعم، الحج عرفة. نعم الحج عرفة ليه؟ لأنه الناس هنا إذا تخلف الإنسان أو تأخر في منى أو في مزدلفة أو في مزدلفة أو في الجمرات، ودي كلها مواقيت هنالك فيها اختلافات. نعم. الحج عرفة لأنه هنا إن لم يجتمع الناس ولم يقفوا الموقف ده في ذلك اليوم لا حج لمن يأتي للحج، لأنه لا بد من أن تجتمع يجتمع الناس جميعا في هذا المكان، وكل من جاء وقد وصل الى 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 الديار يعني الكريمه لكي ما يحج لابد ان يكون هذا اليوم هو الموقف هو المكان الذي يجتمع فيه الناس، ومن لم يقف بعرفه ما عنده حج، لانه ده الشرط الامر في الحج، الشرط الامر في الحج ان يكون الوقوف بعرفه في مواقيت معينه اللي هي قبل الزوال وتنتهي قبل المغرب، والناس تمشي وتصلي في مزدلفة. ما اختلاف وجهات النظر في مسألة الوقوف، ولكنه يبدأ من الشروق اليوم من شروق نص اليوم إلى صلاة الفجر من اليوم السادس. نعم شيخ عبد الرحيم، لذا كان الحج حالة إرادية وزمن معين ومكان معين. طيب كل العبادات يمكن الإنسان بعض العبادات كثيرة يمكن تعملها في أي مكان، ولكن الحج لماذا؟ لأن الحج ارتبط بأحداث معينة وبأشياء محددة، وسيدنا إبراهيم حينما ذكرت بدأ وجاءت سيدنا هاجر وما إلى ذلك تكون المكون لهذا الحج، وبعد ذلك كان لابد أن يكون اليوم المحدد ده في هذا المكان المحدد ده هو الأمر الذي لابد من تنفيذه، لأنه نحن يعني الصلوات أدونا في أوقات، يعني في وقت الصلاة، في وقت الضروري، والوقت يعني اللي يمكن تجد فيه فسحة لكي ما تصلي في أوله ولا تصلي في نهايته أو ما إلى ذلك، لكن الحج جاء ليمثل لنا الوحدة والإحساس بأننا نحن كمسلمين لابد أن يكون لنا هنالك أمر، وهذا الأمر يتم بإرادتنا في تنفيذه. نعم هذا الأمر الجامع نحن نتوقف عنده ونمشي فاصل ثم نعود. عبد الرحيم، توقفنا عند هذا المؤتمر الذي يجمع الناس على قلب واحد وفهم واحد ودين واحد وعقل واحد. نعم أيوة. أنا أفتكر أنه يعني كما ذكرت ده شيء ما ممكن يتوفر إلا في الحج، ومن ذلك نحن محتاجون من وقت لآخر أن نوحد ضميرنا وأن نسمو بأنفسنا وأن نخرج مما نحن فيه من معاناة في الحياة، ويمكن من عدم انضباط في أشياء كثيرة، ولكن كان يسهب الإنسان إلى الحج، والحج طبعا مرتبط بأشياء كثيرة، في غفران الذنوب وفيه الإشهاد بأنه الإنسان حينما يأتي من الحج يشعر بأنه كأنه ولد من جديد، وعشان كده بفتكر بأنه هذا التلاقي بين الناس وبهذه الصورة
جعل الحج لنا نحن المسلمون هو شيء يربطنا ويجدد في نفوسنا كثير من الأشياء الجميلة والأشياء العظيمة لكي ما نتزود بها في بقية حياتنا. نعم. وأهم أن الحج فيه كلفة، يعني فيه حاجة أنت بتعملها، ويعني لازم مالك وحاجاتك ودي كلها شيء، وتستحسن أنت خيرا مما تملك من مالك لكي ما يكون هو زادك في الحج ومصروفات الحج التي أنت فيها. يعني كل الأشياء اللي بتتم فيما يتعلق بالحج هي مسائل إيجابية، مسائل إرادية، وهذا ما يؤكد بأنه ربنا بيكرم الناس بالحج وبأيام الحج وأيام ذو الحجة منذ أن تبدأ إلى أن تنتهي العشر أيام دي، كلها خير وكلها فيها مناسبات عظيمة وكلها فيها صيام، مما يؤكد بأننا نحن كمسلمين الحج بالنسبة لنا حاجة ضرورية ومهمة جدا بالنسبة لنا كمسلمين، حتى يخرج الإنسان مما عليه من حال ويعود بحال جديد ليستمر في هذه الحياة بصورة أكثر إيجابية وأكثر فهما وإدراكا لما يجب أن نقوم به كمسلمين. ولأنه هو يعني عبادة مكان وتحديد زمان، مكانه لابد أن يكون في البلاد المقدسة وزمانه محدود، أنه أيام يوم معروف اللي هو اليوم التاسع من ذو الحجة اللي غوب بعرفة، وهو بداية ما يمكن أن يتم الإجراء بعد ذلك في أمور الحج. أصبح مؤيدين إن شاء الله. هذا كله يعني خير للناس وخير وبركة. نعم. وخير وبركة لمن عاشه ولمن شاهده، والحمد لله أنه هذا الزمان توفرت المشاهدة والناس يعيشون هذه اللحظات الجميلة. نعم. يعني وهم ينظرون إليها يعيشونها، وهذه من الأفضال الكريمة. ولأن هذا الدين في تقديري دوما وأبدا ينقل الناس إلى ما هو أفضل وإلى ما هو أجمل لكي ما يجدد في نفوسهم، لأن الإنسان محتاج للزاد من وقت لآخر، والزاد حينما يكون معينا طيبا روحيا عاليا الإنسان بشعر فيه بكثير من الاطمئنان، لأن الموافقة في الإنسان يجب أن تكون متكاملة، بمعنى أنه يجب أن يكون أفعاله متكاملة بينه فعله وقوله ومحمله في ضميره. فتوحيد الضمير ده بالنسبة لنا لا يأتي إلا بهذه الروح والروحانيات وبما شرعه الله لنا من خير كثير، ويتمثل الحج قمة ما يمكن أن يستفاد منه بالنسبة لنا كمسلمين. نعم. في ناس تصوم يوم عرفة واليوم القبالة، يوم التروية واليوم القبالة. نعم. ثلاثة أيام. نعم. اللي هو السابع والثامن والتاسع. نعم. بعدين تصبح معين. أي لأنه طبعا هو قبل يوم عرفة في يوم التروية، وبذلك الناس بيفضلوا دائما يصوم اليوم الذي قبله واليوم الذي بعده، هي يعني استشعار أو شعور بأنهم هذه الأيام كلها من ذات الحجة لغاية يوم عشرة اللي هو يوم النحر، يعني كل الأيام دي كلها فيها مناسبات مذكورة واضحة، من مولد أنبياء ومن زي ما ذكرت التقاء سيدنا آدم مع هاجر، وكلها فيها مناسبات بتستوجب الصيام. ومن ذلك الناس يستحسنون أن يصوموا اليوم اللي قبله هو يوم التروية، يعني اليوم اللي قبله واليوم الذي بعده وما إلى ذلك في الأيام بتاعت بالنسبة لأيام بالنسبة ليوم عرفة. ولأنه الصيام في عرفة نحن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لم يصوم، وبالتالي الصيام أصبح لمن؟ للذين يعني ما كانوا في ذلك اليوم وفي ذاك المكان. إذن الصيام وفيه شنو؟ فيه أنك أنت اليوم الذي قبله سنة كاملة أنت ربنا يغفر لك فيها بكفارة، وكفارة لسنة بعدها، وحينما تجتمع المسألة كلها في الأيام العشرة، الأيام العشرة كل مناسبة فيها يعقبها الصيام، وله أجر خاص وله ميزات بعينها. ربنا يتقبل منا ومن كل مشاهدي الصائمين من اليومين والليلة. آمين. وسبحاني معيدين إن شاء الله دائما معيدين على كل الخير، وإن شاء الله تزور الرسول عليه الصلاة والسلام. آمين. نعم. نحن دارين نشوف الناس في مرح فوق جبلنا الليلة شعورهم كيف في يوم عرفة ده. والله طبعا كالعادة
الناس في يوم عرفة يصومون، والناس في المسجد يقوموا بتحضير الطعام للناس الصائمين. المسجد حالة خاصة طبعا. نعم نعم. وأنا أفتكر أن المسجد على مدى التاريخ دوما محافظ على هذه المسائل باعتبارها من جوهر ما نحن نعتقد أن هذا هو الآلية الأكثر وسطية والأكثر إدراكا لماهية الدين للتعامل في مثل هذه الأشياء. ويعني الروحانية في تقديرنا دوما مرتبطة بالذكر وبالعبادة، ومرتبطة بالتوحيد وبالإيمان المطلق، ومرتبطة بأن كل شيء بيد الله وكل شيء من عند الله وكل شيء بأقدار الله. هذه مسلمات الناس يعني لا يتوانون في إدراكها وفهمها، والمسيح يعيش هذه الحالة الروحانية وينظر إليها بهذا المنظار وهذا الاعتبار. ففي مثل هذا اليوم يكون الناس في حالة من السعادة، ويكون إحساسهم وهم مع الذين يقفون في عرفة بالدعاء وبالذكر وبالصيام والنية واصلة إن شاء الله ونوايا الناس زي ما بقوله. نعم. والله الناس يعني حينما يشاهدون هذه الحالة ويتذكرونها أو يتخيلونها يبكون تشوقا لهذا العمل العظيم. ونحن نقول بأن العمل العظيم ده ربنا بيصيب به الناس في 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 في, في, في أيام الحج وبهذا القدر الكبير ويعني والشعور بأنه ربنا يباهي بعباده في مثل هذا اليوم، وقد جاءوه من كل يعني من كل فج عميق. نعم. وكلهم غبر وما إلى ذلك، ده كله يؤكد بأن ما يرضي الله ورسوله يسعد الناس، لأن هذا ينعكس عليهم سعادة وينعكس عليهم خيرا وينعكس عليهم بركة إن شاء الله. اللهم أمين، يدوم الخير والرفاء علينا وعلى بلادنا. آمين. آمين. نمشي نشاهد المادة التالية ثم نعاود. بريدك يا البشير شوقك شواب ضمير بطلك منايطي أنا أحب من صغير بريدك يا البشير شوقك شواب ضمير بطرك منايطي أنا أحب من صغير بريدك يا البشير شوقك شواب ضمير بطرك منايطي أنا أحب من صغير بريدك يا البشير مولانا يا غدير يا عالي يا كبير أنا أحب من صغير بريدك يا البشير يا جابر الكسير دبرنا يا بصير وبأحسن التدبير وراجيك مستجير وبفضلك الكسير جود يا كريم بخير انصرنا يا نصير يسر لنا العسير أنا أحب من صغير بريدك يا البشير شوقك شواب ضمير بطلك منا يطير أنا أحب من صغير بريدك يا البشير لسنات البشير محمد النذير أنا أحب من صغير بريدك يا البشير على غام طرير ندى الحجير والشمس تستدير ويجري العراك خرير وتتفلت وهم زفير رجعنا النبي الأمير بكف حين يشير يخمد حموم سعير أنا أحب من صغير بريدك يا البشير شوقك شواب ضمير بطلك منا يطير أنا أحب من صغير بريدك يا لصيط الحوازب والرسل لا عزير أنا
نحب من صغير وإذاك يا البشي يؤسي السم رأسي وسي الضم رأسي وسي ميسر وسي الزيد مع المقيم ومن جسمه العطير المسكين تشر الشاعر المشير في وصافه تستحيل انا احب من صغير بريدك يا البشير اشوقك شوى الضمير بطرك منا يطير انا احب من صغير بريدك يا البشير لمسه الدخيل يا جبل الكثير انا احب من صغير بريدك يا البشي يا طيب العزيز ويفتح الطريق ويهم به العسير وكان من غلام صغير ومعصوم من التزوير وما بيلبس الحرير يجلس عليه الحصير عليه أفضل الصلاة والسلام. فهذه كلمات في مدح المصطفى عليه الصلاة والسلام إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين. الآن يرفع النداء لأذان المغرب. صياماً مقبولاً لكل مشاهدي الذين يصومون اليوم، صيامك مقبول شيخ عبد الرحيم في هذا اليوم الطيب؟ بالتأكيد طبعاً الصيام بالنسبة للذين لم يشاركوا في هذا العمل العظيم في هذا اليوم الكريم والناس في عرفة، الناس يعني تعودوا أن يصوموا، وهذا الصيام استصحب كل أيام ذي الحجة منذ البداية للنهاية، وكل يوم من هذه الأيام له من ميزاته بالنسبة للصائم وما فيه من يعني من حسنات ربنا يكرمه بها. فاليوم يوم عرفة يصوم الناس، وكما ذكرت يكون الناس في حالة من الفرح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في معنى حديثه أنه السنة التي قبلها والسنة التي بعدها هذه كفارة، وهذا أفتكر بأنه يعني خير كبير. ولماذا هذا؟ يعني كلما ننظر إلى هذا التشريع وننظر إلى هذا الإسلام نشهد العظمة، يعني وكأن هذا الذي يتم هي زي مشاركة للذين لم يذهبوا للحج، وحتى تكون نفوسهم راضية وحتى تكون سعادتهم مكتملة يصومون هذا اليوم ويدعون ويقبل دعاءهم كما يقبل الدعاء عند الذين وقفوا في ذلك اليوم وفي ذلك المشهد. نعم. إذن هذه كلها دلائل تربوية روحية عالية لكي ما نشعر نحن المسلمون في كل مكان بأننا في أي لحظة من اللحظات وحدة واحدة. نعم. يربطنا شيء واحد، وكلها زي ما ذكرت هذا كله بيتم بالإرادة، لأن صيام التطوع هو أمر بإرادة الإنسان. صحيح هو شرع لك أو ما إلى، لكنه يصبح بإرادتك أنت كإنسان، إذا أردت أن تزيد من حسناتك أن يكون لك خير أو ما إلى ذلك تقوم مثل هذا العمل. فصيامنا هذا بلا شك له مكرمة عند الله، ونكون قد شاركنا في هذا اليوم بهذه الروحانية العظيمة وبهذه الطريقة، حتى نكون يعني الذين لم نتمكن من الذهاب إلى تلك الديار وإلى الوقوف بعرفة أن جددنا في نفوسنا شيء يجعلنا يعني يوم هذا قطعا لن يكون مثل يوم أمس، ولكنه ربما يكون مثل يوم غد، وهكذا تستمر في حالة. شيخنا بكرة طبعا فرحة العيد،
وكل المسلمين في كل أنحاء المعمورة يذبحون. نعم. ويفرحون ويفرح نعم. الصغار. نعم. نعم. وأجمل ما في هذا بعد الوقوف بعرفة طبعا والناس يصبحون على العيد ويقومون نعم. بصلاة العيد. أليس. وبعد ذاك تتم التجمعات، يعني شوف العيد، شوف عرفة، وشوف اليوم الأول في العيد بالنسبة لنا واللي هو اليوم الثاني من عرفة، والناس يصابون بعد ذلك لرمي الجمرات وما إلى ذلك. يجتمع الناس في العيد، والعيد محل التصافي ومحل العفو ومحل الإكرام بين الناس وإعادة العلاقات وعلاقات الروحية وتجديد ما بين الناس من أمور كثيرة يشعرون فيها بالفرحة لثلاثة أيام. شكرا شيخ عبد الرحيم، الله يبارك فيك، يديك العافية كثير. مرحي فوق جبلنا الريف الشمالي، أتتنا بخليفة المقام الطيبي الشيخ عبد الرحيم محمد صالح، شرفتنا كثير. شكرا. مقامك كبير عندنا، وكل سنة وانت طيب، وكل أهلنا في أمرح الجبل طيبين، وكل صيامكم وقيامكم مقبول هذا اليوم، وكل دعواتنا لكم بعيد سعيد. وفي الختام نتمنى أن يعم بلادنا كل الاستقرار وكل الخير، ثم نصلي ونسلم على الحبيب المصطفى المختار من هاشم، خير البرايا من أضاء السبيل، طه الذي أصم القلوب جماله، ياسين ذي النور البهير الآسري. السلام عليكم. أكرم سيدي أحمد، صلى وسلم لمحمد خاتم الكرام سيدي أحمد، لسان غول الله واحدا حاش لم يلد لال والدا، واجب الوجود باقي مفردا، انفل الشريك عنه وابعدا، مالك الملك سامع النداء، رازق العباد فضل واجدا، باسط النعم لأبو نحمد، نسأل القبول والمشاهدة، يشرح القلوب يجعل الهدى في رضاك يا رب نعبد، نمدح الرسول دي مسرد، صلى وسلم محمد خاتم الكرام سيدي أحمد، ويا أسنب الرسول المؤيد، أتغي الرؤوف الممجد، كامل الخصال والمحامد، وصاحب اللواء صاحب الردى، ليلة الولود خر ساجدا، وطاهر النظيف مبردا، ومكسب الجمال وجه يوجدا، أفلج كحيل غير أسمد، وحاجبك الهلال غارف الندى، نور وقف الكون ضوى من بدا، فاق على السماء حتى أصعد، سلام محمد خاتم الكرام سيدي أحمد، أهب ريح فاحطيب عامدا، لت النحوس لنا بعدا، يتلفتوك جملة سددا، أصلح البلاد سيدي وارشدا، الملائكة جاء الطيف أحمدا، أغنة الحسان عامري المدى، أغني في غريش سيد وسيدا، ابن عبد الله أمن والدا، وأرضعت حليم الله أسعدا، يا لساني جيب غال وانشدا، للمولى للرسل غائدا، صلى وسلم محمد خاتم الكرام سيدي احمد، اخابت النجوس نار خمدا، كسرى طاح صنات وهددا، وغاد كي ليل عدا، انتهى بجهل خشم لكدا،
شقي التعيس فعل فاسدا قابل الرسول ظلوا حاسدا كم من القصة شاف وشاهدا يغرم البعير قام مزاودا ويبكي بل بغوص المرمدا سوى في القلب راح مكددا اسفل الدرك ليه ومقعدا صلى وسلم ليه محمد خاتم الكرام.